نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع. فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن. رب العالي العالم احمي بلادنا وصونها من شر الناس اللي تكوي بالنار وتظلم. سيدي رحنا معك سير بينا وعلي شباب نساء ورجال أمنا فيك كبير. رب العالي العالم احمي بلادنا وصونها من شر الناس اللي تكوي بالنار وتظلم. سيدي رحنا معك سير بينا وعلي شباب نساء ورجال أمنا فيك كبير. عليك يا مغرب يا معقل الرجال يا معقل الجنود شهداء الأبرار. تاريخ يشهد ليك على مر العصور شعب صامد وقوي من الشمال للجنوب. حتى المغرب يطح مغربي حر دوز يا من العز ودوز يا من المر. نخدم هاد البلاد ونزيد بها القدام عشر سنين ديال الثورة خلقين بها العتيان. هي مجال حنا غاديين رافعين راية البلاد في المدن والقرى بالتنمية والجهاد. عشر سنين ديال الثورة كاملين اللور قيادة ملكية يا شريف وجه النور. الثورة بدينا عشر سنين هادي عشر سنين من التغيير والتنمية عشر سنين من حرية التعبير والإنصاف والمصالحة عشر سنين من الأمل الكبير الأمل اللي تزرع وباقي حي فينا. طريقنا يمكن تكون باقي طويلة لكن أحلامنا وأملنا فيك غتبقى ديما كبيرة. ربي العالي العالم احمي بلادنا وصونها من شر الناس اللي تكوي بالنار وتظلم. سيدي رحنا معك سير بينا وعلي شباب نساء ورجال يكون الشخص وطنيا أو خائنا.